اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه النشره الخاصه التي خصصناها لكم للحديث عن المواجهه التي سيخوضها اشبال بالماضي اليوم او سهره اليوم، حيث سيخوض المنتخب الوطني لكره القدم مباراه فاصله امام نظيره النيجيري لحساب نصف نهائي امم افريقيا، وذلك بملعب القاهره الدولي بدايه من الساعه 8 ليلا بتوقيت الجزائر. لتذكير فقط، فان العناصر الوطنيه كانت قد اجرت مساء امس اخر ميران لها ملعب بيتروسبور بالعاصمة القاهرة أو العاصمة المصرية، وذلك بحضور 21 لاعبا من أجل تفاصيل أوفر وأوفى. نتصل بموفد خانة نيميديا إلى العاصمة المصرية القاهرة. معاذ نمرودي، هل أنت في الاستماع؟ يبدو لي أن معاذ نمرودي لم يلتحق بنا بعد. كما قلت، سوف نخصص هذه النشرة الخاصة للحديث عن المنتخب الوطني وعن آخر تحضيراته وعن المواجهة المصيرية التي تنتظره أمسية اليوم بداية من الساعة 8 بالتوقيت المحلي، وعلى التوقيت المحلي عناصر المنتخب الوطني تنتظرها مباراة هامة وفاصلة للمرور إلى الدور النهائي، وذلك من نتمناه ويتمناه 42 مليون نسمة. إذن أقول أن المنتخب الوطني سوف يخوض مباراته المصيرية اليوم أمام نظيره النيجيري، ولتفاصيل أكبر أو أوفر نتصل بموفد قناة نيميديا معاذ نمرودي. معاذ نمرودي، مساء الخير. معاذ نمرودي، هل أنت في الاستماع؟ نعم، تحية لك زميلي يوسف، تحية لمشاهدي قناة نوميديا. معاذ نمرودي، أقل من 3 ساعات تفصلنا على المواجهة المصيرية التي سيخوضها أشبال بالماضي اليوم أمام نظيره النيجيري. معاذ نمرودي، قلتها وأكررها، المباراة ستكون صعبة. أكيد مباراة صعبة، مباراة مصيرية، مباراة لا مجال فيها للخطأ، بما أنه دور خروج المغلوب اليوم هي الحسابات، وهي إذا ما عدنا إلى الأرقام التي كانت بين المواجهات المباشرة بين المنتخبين عادة ما كانت تعود فيها لصالح نيجيريا، ولم نتمكن من الفوز عليها منذ 1900 و1000، وهي آخر نهائيات احتضنتها الجزائر وتوجت بها، لذلك المباراة تعتبر صعبة اليوم، رغم أن المنتخب الوطني الجزائري على الورق في هذه الدورة وبعد 5 مباريات لحد الآن هو مرشح على الورق من أجل الفوز في هذه الدورة. معاذ نمرودي، قبل أقل من 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف، كيف تسير الأجواء على العموم قبل انطلاق مواجهة الخضر أمام نيجيريا؟ أنا في هذه الأثناء بملعب استاد القاهرة الدولي الذي سيحتضن المواجهة، وخلفي البوابة التي سيدخل منها اللاعبون، كذلك رجال الإعلام يدخلون من هذه البوابة التي توجد خلفي. المناصرون بدأوا في الالتحاق بالمدرجات قبل قليل، حيث فتحت الأبواب أمامهم وبدأوا يلتحقون بالمدرجات، كلها جماهير جزائرية، كما أن الدعم المصري اليوم سيكون حاضرا إلى الجماهير الجزائرية، وهذا ما استقيناه في الشارع من قبل يجوبون مختلف شوارع القاهرة. طيب معاذ، ماذا عن التشكيلة التي ستدخل أرضية ميدان القاهرة اليوم؟ معاذ، نعم زميلي يوسف، قبل الحديث عن التشكيلة وحتى أترك إعلامي يذهب معنا للحديث، حتى نبقى في الحديث عن هذه المواجهة، يلتحق بي الإعلامي طارق بوسعة، هو صحفي بمؤسسة سان تي في. هكذا طارق، طارق أنت تابعت مباريات المنتخب الوطني الجزائري في هذه الدورة، كنت قد تابعتهم في دورات أخرى في كأس أمم أفريقيا، كيف تتوقع هذه المواجهة خاصة المنتخب الوطني الجزائري قبل هذه الدورة لم يكن مرشحا لبلوغ هذا الدور؟ أعتقد أن المنتخب الوطني الجزائري اليوم راح يخوض مباراة جدا قوية،
فيه نقاط جدا لازم نتحدث عليها، إصابة عطال، فيه مشاكل كبيرة، فيه يوم زائد، يوم ريكفري، يوم راحة، يوم راحة استفاد منه نيجيريا. نيجيريا لعب فقط 90 دقيقة، احنا لعبنا أكثر 120 دقيقة. هذه كل نقاط، لكن بالموازاة مع هذا عدنا فريق يلعب بيروح، عدنا مجموعة، عدنا مدرب تكتيكيا يقدر يتعامل مع المباراة، حتى لو كان في الطرف الآخر يطغي عليها العنصر البدني الأتليتيك، لكن أعتقد أنه المنتخب الجزائري راح يقدم أداء جيد. والإضافة إلى ذلك أنهم راح يلعبوا بالليل، الجو يكون أبرد مقارنة بمباراة كوت ديفوار. متوقعك طارق للنتيجة النهائية، خاصة من المباراة اليوم راح تلعب على جزئيات بسيطة؟ صحيح، هذه الجزئيات التي تحدد من يتأهل للفاينل، لكن أعتقد أنه صعب جدا التكهل. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري ونستمتع بالمباراة اليوم إن شاء الله. هذا ما نتمناه زميلي طارق. شكرا. إذن هذا كان رأي إعلامي زميلي يوسف فيما يخص هذه المواجهة. قال يوسف مفروغ منه وهو لن يواجه أو لن يشارك في مواجهات اليوم. طمني على حالة سفيان في غولي معاذ المرودي. سفيان فيغولي اندمج أمس مع التشكيلة، هو جاهز للعب هذه المواجهة. كما أعطيك معلومة زميلي يوسف أن المنتخب الوطني اليوم أجرى حصة تدريبية خفيفة، هي استرجاعية أكثر منها أمر آخر، وكانت بملعب بيتروسبورت اليوم في الصباح. بما أن التوقيت يفصلنا عن المواجهة، التدريبات في الصباح والمباراة في الساعة 9 مساء أي 8 مساء بالتوقيت الجزائري. كل اللاعبون جاهزون من الناحية البدنية، من الناحية الصحية كما قلت لا توجد هنالك إصابات، باستثناء كما نعلم يوسف عطال الذي هو خارج الحسابات الرسمية حتى في حال التأهل إلى المباراة النهائية، وكذلك الإصابة التي حرمت أوكيجا من التدرب وتواصل معاناته من ألم في الظهر. زميلي يوسف دائما للحديث يعني عن هذه المواجهة وتوقعات الإعلاميين ووجهة نظرهم، معي الإعلامي حمزة رحموني الإعلامي الجزائري يلتحق معي للحديث عن هذه المواجهة بما أنه كذلك هو قريب من المنتخب الوطني. حمزة، كيف تتوقع مباراة اليوم أمام منتخب نيجيري؟ الأرقام في السابق كانت دائما لصالحه، لكن اليوم المنتخب الجزائري هو مرشح للفوز. لا، الأرقام يعني لو نعمل مقارنة مع المنتخب الكاميروني، يعني منتخب نيجيري عليها يعني مش يعني منتخب لم يسبق لنا الفوز أمامه، ولكن هذه الحسابات اليوم في مباراة اليوم نضعها جانبا. أظن بأن المنتخب الجزائري هو في أحسن أحواله في هذه الدورة، مع ربما غياب يوسف عطال الذي سيترك فراغا رهيبا نقدر نقول على الجهة اليمنى، وممكن يخلق نوع من سوء التوازن في الدفاع. ولكن رغم ذلك نتمنى أن اللاعبين يعني يوصلوا بنفس الروح القتالية من أجل التأهل النهائي. توقعك النتيجة النهائية حمزة اليوم؟ لا، هي مباراة صعبة، مش ممكن أنك تتوقع فيها، ولكن أظن بأنها ستكون صعبة جدا أكثر من مباراة كوت ديفوار، وستلعب على جزئيات صغيرة. شكرا حمزة. إذن كانت هذه وجهة نظر إعلامي آخر زميلي يوسف. أنت قلت لي فيما يخص التشكيلة الأساسية تحدثنا عن غياب عطال، والذي من المحتمل أن يعوضه مهدي زفان الذي شارك كبديلا في مباراة كوت ديفوار. أما باقي المناصب فستعرف نفس الأسماء التي شاركت في المباريات الأولى، من رئيس بولحي في الحراسة، سيكون في محور الدفاع ماندي وبالعمري، في الناحية اليسرى سيكون رامي بسبعيني، في وسط الميدان إسماعيل بن نصر وعدلان كديو. في غولي بعد تعافيه من الإصابة سيكون جاهزا اليوم وسيشارك أساسي. أما ثلاثي الهجوم فسيكون القائد رياض محرز ويوسف الليلي وكقلب. معاذ نمرودي، البعض يقول بأن المنتخب الوطني تنتظره مهمة صعبة بدليل أنه لعب 120 دقيقة عكس المنتخب النيجيري الذي لعب 90 دقيقة، وأيضا عن المنتخب النيجيري الذي لعب يوم أسبق أو يوم قبل مواجهة منتخب الجزائر أمام نظيره كوت ديفوار، يقول أن المنتخب الجزائري يعني عيان كما نقول احنا، لأنه تعب وأدى يعني كل طاقات واستنفذها،
مهدي عبيد فند هذا الأمر وقال أنه التشكيلة أو عناصر المنتخب الوطني في فورمة عالية. نعم زميلي يوسف، أنت تعرف وسائل الاسترجاع متطورة كما قلت لك، حتى الحصة التدريبية اليوم في الصباح مهمة ومهمة جدا من الناحية البدنية، هي خاصة من الناحية الاسترجاعية حتى يكون اللاعبون جاهزون وفي فورمة عالية اليوم في المواجهة. فيما يخص عمل الاسترجاع كما قلت، حتى نضع المشاهدين في الصورة، التشكيلة الأساسية التي لعبت مواجهة الجزائر لعبت 4 مواجهات، بما أننا أخذنا مباراة تنزانيا بالتشكيلة الاحتياطية، لذلك أعتقد أن اليوم هذا العمل في صالح المنتخب الوطني الجزائري أمام نيجيريا التي لعبت بالتشكيلة الأساسية 5 مباريات، بما أنها 3 مباريات في الدور الأول، مباراة في الدور الثمن النهائي ومباراة في ربع النهائي. معاذ نمرودي، آخر سؤال، خبرني عن توافد الأنصار إلى القاهرة، هل يعني العدد، أكيد أنه العدد تضاعف، خبرني عن الأنصار وعن الأرضية، أرضية الميدان ملعب القاهرة، هل فتحت لي، أقصد المدرجات، هل فتحت لي الأنصار أم لم تفتح بعد معاذ مرودي؟ نعم فتحت قبل قليل، قبل حوالي نصف ساعة الأنصار توافدوا وبدأوا يلتحقون بالمدرجات. زميلي يوسف، أكيد سيكون هناك حضور جماهيري كبير مقارنة بمباريات الأخرى، بما أن الطائرات الخاصة التي أقلت الأنصار اليوم جلبت 1800 مناصر بالإضافة للمناصرين الذين التحقوا ويتواجدون هنا منذ الدور الأول، كما أن المناصرين الذين التحقوا في مباراة الدور الربع النهائي أمام كوت ديفوار منهم من لم يعود إلى الجزائر، حيث بقي حوالي 300 مناصر هنا في الجزائر، لذلك ننتظر ونترقب أن يكون حضورا جماهيريا غفيرا. والجماهير كما قلت لك التحقت وبدأت تلتحق بالمدرجات، بمن أن أبواب الملعب فتحت أمامها قبل قليل. موفد قناة نيميديا معاذ نمرودي إلى القاهرة، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الخاصة، نتمنى التوفيق، كل التوفيق لعناصر المنتخب الوطني اليوم، نتمنى الفوز ونتمنى التأهل إلى الدور النهائي. مشاهدينا الكرام، بلقاكم في أعداد مقبلة بحول الله أو في فرص أخرى. إلى ذلك من حين، دمتم في رعاية الله وحفظه.